بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم ان شاء الله النهارده مع بعض عن محاضره البراند. معلش، هي محاضره طويله شويه وهنلاقي فيها شويه كلام كتير، وفي كلام كتير ديتيلز في الكتاب، فهنحاول نستريس ان شاء الله على الحاجات اللي اتقالت مهمه في المحاضره، وفي كام حاجات زيادات كده اتقالت في المحاضره هنقولهم مع بعض ان شاء الله. نبدا اول حاجه ب what are brands. أول ما بنقول حرق بيجي في دماغنا حرق في الجلد أكيد. The skin is the largest organ in the body، واللي هو الفانكشنز بتاعته، فلما بيبقى في حرق بيأثر على الفانكشنز of the body. منها مثلا the skin prevents evaporation of fluids from بيعمل protective layer to prevent evaporation of fluids. فلما بيبقى في burn يحصل rapid loss of fluid from the tissues. تمام، ده يبين لنا ان بيبقى البرن بس مش بيعمل مشكلة لوكال، بيعمل حاجات سيستميك. تمام، ممكن البرن يبقى ديب شوية، يوصل للمسل، يوصل للبون، يوصل للبلاد باسس، بس ده رير. البرن نفسه بيبقى فيه coagulative necrosis due to exposure of abnormal physical or chemical agents. الايتيولوجي هنيجي هندخل فيه بالتفصيل دلوقتي حالا، بس المهم نبقى عارفين ان بيحصل coagulative necrosis. أول حاجة هنقسم البرنز into four classifications according to etiology, according to the extent أو surface area اللي affected, according to the depth of the burn اللي هو بيبقى بنقول عليه degrees of the burn first to second or third degree, وآخر حاجة according to critical or not critical. فهناخد classifications واحدة واحدة مع بعض. نبدأ بالإتيولوجي. إتيولوجي ممكن يبقى physical وممكن يبقى chemical، والchemical ده acidic alkyl. الphysical ممكن يبقى حاجة من أربعة: thermal بثلاث أنواع، scalds والflames والcontact burns، والelectrical والradiation والfrostbite. ناخد أول حاجة الthermal. أول حاجة في الthermal scalds. تمام، دي بتبقى due to hot fluid or vapor. اعتقد كل حد فينا اتلسع لسعة بسبب حاجة سخنة اتقلبت عليه. دي دايما بتبقى common في الاطفال زي ما احنا شايفين في الصورة كده، انه بيبقوا out of curiosity بيجوا ناحية الحاجات السخنة وممكن تتقلب عليهم من عند الفرن مثلا. This is the most common cause of burns in children in Egypt. ممكن كمان يحصل في الادلت في industrial accidents mainly، او مثلا حد بيصلح عربية ف car radiator burns، و assault with hot fluid. وفي الالدرلي دي بتبقى common في الالدرلي patients اللي عندهم sensory neuropathy. sensory neuropathy مثلا patient عنده diabetes mellitus، عنده epilepsy، فعندهم peripheral neuropathy. تمام، فما بيحسوش بالpain بتاع البرن اللي احنا كلنا بنحس بيه عادي، therefore بتبقى البرن deep شوية. المفروض ان السكالز دي بتبقى superficial او superficial dermal، وهنيجي بعد كده في الديجريز نقول يعني ايه superficial و superficial dermal. بس overall كده superficial ده بيبقى affecting the epidermis، والدermis بيتقسم حاجة superficial وحاجة deep. فالسكالز بتأفكت السكين في الابيدرمس يعني superficial و superficial dermal، فده بتبقى سهلة و it heals easily والدنيا بتبقى تمام. نيجي على flame burns، ودي بتبقى more common in adults، ودي most common type in the US. تمام ماشي، ده بيبقى النار نفسها get physically in contact with the skin زي مثلا house fires. تمام، وزي مثلا ال lips clothes catching fire. ممكن يبقى ده accidental، ممكن تبقى حاجة suicidal. وكومن برضو من الفليم بيرنز مثلا بتبقى في الهاوس فايرز، بيبقى البيت مقفول، فبيبقى كومن معاها انه يحصل انهيليشنال انجريز. انهيليشنال انجريز بقى يدخل السموك جوه اللنجز وياثر بقى وياثر على اللنجز وياثر على البريذنج، ويبقى البروجنوسيس ورس. تمام، عكس السكالز ده بيبقى ديب ديرمال وفول ثيكنس طبعا اكوردنج تو ذا كونتاكت تايم اوف ذا بيرنينج ايجنت. ماشي، الكونتاكت بيرن ده بتبقى depending على حاجتين. الفليمز قبل كده قلنا ان هي depending على duration. الكونتاكت burns according to the temperature and the duration of touching. وبرضو دي بتبقى common في الالدرلي اللي عندهم peripheral neuropathy, diabetes mellitus, epilepsy, drug or alcohol abuse. او واحد elderly مثلا في fire
في حاجة سخنة لمسها و they lost consciousness، فمش ما ف يعني يعني ال insulting agent ده لازق لسه في السكين، فعمال بيعمل deeper and deeper burns. طبعا زي ما احنا شايفين في الصور it's more severe compared للي احنا شفناه قبل كده. السكالز كانت بتعمل زي بليستر كده وخلاص، البليستر دي بتفتح وعادي بيبقى تمام. الهاوس بيرنز وال الفلايم بيرنز يعني دي بتبقى فول تيكنس وديب، وهنشوف لها صور بعد كده. انما الكونتاكت بيرن زي ما احنا شايفين كده دايما غالبا الصور كلها جايه في الايدين، فبتبقى زي ما قلنا في الالدرلي اللي هما بيبقوا لابسين حاجه سخنه وهما مش حاسين، فمش زينا زي اي حد فينا بيحس بحاجه سخنه بيشيل ايده على طول، هما السنسيشن عندهم بيبقى امبيرد شويه. واخر حاجه الفروست بايت او الكولد انجري، اللي هو ده مش موجود عندنا في مصر عشان احنا الجو عندنا ما بيبقاش ساقع جدا، بس ده بيبقى كومن في الاندستريال اكسيدنتس ديو تو ليكويد نيتروجين. وبرده زي ما احنا شايفين في الصور ات افكتس غالبا البريفريز التوز والفينجرز والنوز، اللي هو اصلا ديورينج كولد بيبقى الفاسكولار سبلاي تو ذيز ارياز از كومبرومايزد حبتين. تمام كده خلصنا الثيرمال، ندخل على الراديشن. الراديشن ممكن يبقى accidental او occupational hazard او patient بياخد x-ray therapy دي radiotherapy يعني لتيومر مثلا، حسب المكان اللي بياخد فيه الراديشن. ممكن يبقى acute ممكن يبقى chronic. الأكيوت هيعمل extensive burning of the skin و moist desquamation وممكن يقرب scar و leave the chronic cancer. الكرونيك ده يبقى precancerous وممكن يعمل لنا radiation dermatitis، فده بيبقى common في الناس اللي بياخدوا radiotherapy. الelectrical burns بقى، في الelectrical burns مهم نعرف حاجة ان هو بيبقى فيه entry point للcurrent of electricity و exit point. تمام يعني مثلا في الصوره هنا فوق الانتري بوينت عند الايدين من هنا والاكسس بوينت عند الرجلين. مشكله الالكتريكال بيرنز ان هو بيبقى مكان يعني المكان بين دي انتري والاكسس بوينت، كل الاريا اللي ما بين الانتري والاكسس بوينت دي بتبقى افكتد. تمام بيبقى في تيشو دامج في الاريا دي كلها. تمام فاحنا الالكتريكال بنعتبره من الحاجات اللي هي اصلا من الميجر بيرنز ولازم يتحط under observation، لازم يتحجز in a burn unit، ومش كل حالات ال burns بيتحجزوا في وحدة الحروق مش كلهم، لكن ال electrical من الحاجات المهمة جدا اللي لازم ندور على ال entry point وال exit point فين، ونحط في دماغنا ان هو لازم هيبقى فيه يعني ان هو هيبقى فيه tissue damage في الاريا كلها اللي في النص. تمام الالكتريكال ده ممكن يحصل اكيد occupational، ممكن يحصل في الاطفال، الاطفال اللي بيبقوا out of curiosity يبقى في سلك مثلا مش متغطي فالطفل يحطه في بقه، وفي الصوره اللي احنا شايفينها هنا دي طفل عض واير والبروجرس بتاع البرن نفسها كانت عامله ازاي، والمشكله في ده ان ده بيبقى very difficult to repair. الالكتريكال برنز ممكن يبقى ثلاث انواع، عندنا اللو فولتج والهاي فولتج والفلاش انجريز. اللو فولتج اللي هو اللي احنا بنستعمله في البيت عادي اللي هو 220 فولت. الهاي فولتج ده غالبا بيبقى اوكيبيشنال وده بيبقى اسمه ترو هاي تنشن انجري اكتر من 1000 فولت. تمام وده بيعمل اكستنسيف تيشو دامج ممكن يوصل لليم بلاس، وبيعمل كمان رابد ميالسيس، ودي مشكلة ممكن لو patient عنده already renal disease او اصلا حتى لو patient normal destruction of the muscle tissue هيطلع myoglobin into the circulation وده هيروح للكدني ويعمل acute tubular necrosis. عشان كده من الالكتريكال انجريز بنخاف منهم جدا، وهنيجي في السلايد اللي جاي على طول هنقول المانجمنت بتاعها والمانجمنت كله في الاخر، بس الحته دي كانت ستريسد قوي برضو في المحاضره علشان نحط في دماغنا قد ايه هي الحاجه البوينت اللي هنقولها دي مهمه. الفلاش انجريز زي ما شايفين في الصوره كده الترو انجري بيبقى البيشنت او الحد الافكتد ده بيبقى في النص ولمس الكهرباء فديرفور عمل اللي هو الماس الكهرباء حواليه. تمام الفلاش انجري ده بيبقى هاي تنشن سورس حواليه جنب البيشنت. تمام انما مش البيشنت هو اللي لمسه. حلو
فالفلاش انجري ده هيعمل هيت حوالين في الاريا اللي هو عمل فيها الفلاش ده اللي طلع عمل هيت، فالهيت ده هيعمل سوبرفيشال بيرن على الاكسبوزد بودي بارت بس مش هيعدي كارنت في جسم البيشنت. يبقى كده مش هيبقى عندنا انلت بوينت واكزيت بوينت زي ما قلنا في اللي قبل كده، هنا بس هيبقى هيت وهيعمل سوبرفيشال بيرن، وده بيبقى البروجنوستيك بتاعه كويس. في بقى لو بيشنت اتعرض لفولتج اكتر من 70,000 ده بيبقى فيتال، بيموت في ساعتها. المانجمنت زي ما قلنا هنكرره تاني بعد كده، بس in order to stress على the importance of electrical burns والمانجمنت بتاعها قد ايه هو مهم وقد ايه لازم يبقى سريع وقد ايه لازم يبقى يعني نبقى مصحصحين كده. اول حاجه في المانجمنت I have to safely remove the person from the source of electricity, do not become the victim. يعني مثلا لو patient انت شايف patient بيكهرب ما ينفعش تروح تلمسه، تمام؟ تجيب حاجه خشبه اي حاجه تدق بيها، المهم ان انت ما تلمسش البيشنت عشان الكرنت اللي فلوينج ثرو هيز بودي هتيجي على جسمك انت، زي ما احنا عندنا هنا دايما بتحصل في وقت المطر لما الدنيا بتمطر جامد وبيبقى في اكسبوزد وايرز وحد يكهرب بسبب المايه، ما ينفعش تدخل في المايه نفسها، تمام؟ والبيشنت عشان عدى الكتريكال كرنت ثرو جسمه ممكن او غالبا هيحتاج CPR، تمام؟ we safely remove the patient from the source of electricity وطبعا call an ambulance، وديورنج الوقت ده ممكن يحتاج CPR البيشنت ولازم يتلقى للهوسبيتال كويكلي. ودي كانت حاجه اتقالت في المحاضره ان دي من البوينتس المهمه اللي ممكن تيجي في الام سي كيوز، تمام؟ ولما يوصل المستشفى في حاجه مهمه لازم تتعمل، لازم يديله فلويدز يعني immediately، تمام؟ الفلويد ثيرابي في البيرنز مهم وهنستريس عليه بعد كده في المانجمنت، بس هنا بيبقى الفلويدز اللي بنديها للبيشنت اكتر من العادي. يعني بعد كده هنيجي في الفلويد ثيرابي هنحسب الفلويد ثيرابي قد ايه بفورمولا وحاجات كده، تمام؟ انما هنا لازم ادي فلويدز وفلويدز بكميه معينه، كميه كبيره اكتر من البيشنت هيبقى محتاجها، ونركب كاتيتر علشان تو مونيتور ذا يورين اوت. ليه بقى بدي فلويدز كتير؟ عشان احنا زي ما قلنا ان هو بيحصل رابد مايوليسيس وماسل انجري ويطلع المايوجلوبين، ممكن المايوجلوبين ده يروح يسد الرينال تيوبولز يعمل اكيوت تيوبولر نيكروزس، تمام؟ فانا عايز الحق بسرعه جدا ان انا اخلي فلويدز رانينج ثرو ذا كيدني، فلويدز تغسل الكيدني، فلاشينج ذا كيدني تو بريفنت الرينال تيوبولر نيكروزس اللي ممكن يحصل بسبب المايكروبينوريا. وحاجه مش موجوده في الكتاب واتقالت في المحاضره واتقالت ان هي بتيجي سؤال ام سي كيو، ان احنا لازم نمونيتور اليورين اوتبوت ويبقى بتوين 75 ل 1000 سي سي بير اور. هنقول رقم تاني بعد كده مش للالكتريكال، بس الالكتريكال اللي احنا بنعمل الفلاشينج اوف ذا كيدني لازم يبقى 75 ل 1000 سي سي بير اور. وندي كمان البيشنت مع الفلويد الزياده ده نديله اوسموتيك دايريزيس علشان عايزه يورين يقعد يغسل في الكيدني. وناخد بالنا ان احنا ما بندي الفلويد ثيرابي، احنا ممكن احنا هنا بندي فلويد بزياده، حلو؟ فده ممكن يعمل بالمونري ايديما للبيشنت، بنديله اوزموتيك تايراتكس علشان يعني الفلويدز اللي احنا بنديها للبيشنت دي نتاكد ان هي هتعدي في الكدني فهتغسل الكدني، وهو ده اللي احنا محتاجينه، هو ده الهدف. دي صوره مجمعه كل بقى اللي احنا الانجريز اللي احنا قلنا لها. السكالد بيرن باينه ان هي بتبقى سوبرفيشال، الهيت يعني ثيرمال بيرن ممكن غالبا دي كونتاكت بيرن، الكيميكال بيرن هنقولها على طول في السلايد اللي جايه، السن بيرن دي اكيد شفناها كلنا، دي بتبقى سوبرفيشال برضو وات هيلز ايزلي ديورينج 1 ويك. الكونتاكت بيرن ده بيبقى ديب، والالكتريكال بيرن احنا شايفين هنا الحاجات الاسود دي دي الـ point of inlet، ندور بقى على الـ point of exit عشان نعرف الـ extent of damage هيبقى من فين لفين. كده خلصنا الـ thermal والـ electrical والـ radiation، وندخل على الـ chemical. الـ chemical burns نشوف في الصور هنا، دي مثلا الصورة دي burn due to واحدة كانت عاملة حنة وكان عندها حساسية منها فحرقتها، تمام؟ ممكن الكيميكال بيرن ده يبقى حاجه دوماستيك زي مثلا البيوت بيبقى فيها سلفيوريك اسيد، بيبقى فيها البوتاس اللي الناس بتنضف بيه، ممكن الاطفال اللي يبقوا افكتد، ممكن اي حد كبير يطرطش عليه مثلا، تمام؟ ممكن اندستريال، ممكن حاجه كريمنال، اوكي؟
والاسيدز والالكاليز مين بيبقى مور دينجرس؟ السترونج اسيد سترونج الكاليز ار مور انجوريوس ان اسيدز، عشان بيقعد كيبس بينيتريتنج لمده 72 ساعه فروم ذا تايم اوف افكشن. تمام. حاجه برده مهمه السيمنت، ماشي، الاسمنت ده برده الكالي وده فيري كومن في الاندستريال ايجنت. الكواجلاتيف نيكروزز هنا بيبقى it keeps on getting deeper and deeper، عشان كده مهم جدا ان احنا نحاول as much as early as possible to discontinue the source of the الالكالي او الاسيد اللي جه على الجلد ده، عايزين نشيله من على الجلد. تمام. هنقول الحته دي في هنعيدها تاني في المانجمنت، بس من كتر how important it is، وده برده ممكن يجي سؤال اساسي من كتر ما how important it is ان احنا to remove the source of infection. هنقولها دلوقتي. لو ال source of infection ده powder جه على الايد، يبقى نحاول نبرش it off very smoothly بفرشة ناعمة، تمام، عشان نشيل الباودر ده. لو ال patient ده كان liquid form ومثلا اتقلب عليه او ترش عليه او حاجة زي كده، وكان لابس socks and shoes، لازم يبقوا يتقلعوا، علشان الساكت دول بيبقوا مبلولين سوكت بالاسيد والالكلي، فطول ما هو لابس الساك هيفضل الاسيد ان كونتاكت وذ سكن او الالكلي ان كونتاكت وذ سكن، ويقعد يحرق يحرق ان سو اون. ماشي. بعد كده نغسل فلاش وذ ووتر فور 20 مينتس، والرقم 20 مينتس ده مهم وبيتسال فيه. ووتر ما حدش بقى يبقى فيه بيشنت اتعرض لاسيد، فنعمل نحط الكلي عليه، مش هنعمل نيوتراليزيشن يعني، ومفيش حد يبقى بالكلي ونعمل باسيد، هو يتغسل بميه لمده 20 دقيقه. تمام. وترانسبورت تو ذا هوسبيتال كويكلي برضو نفس زي الالكتريكال. تمام. كده احنا خلصنا الكلاسيفيكيشن اللي هي اكوردنج تو ذا ايتيولوجي. معلش بس احنا هنطلع بعيد عن الكلاسيفيكيشن شويه، هنقول الباثوفيزيولوجي وبعدين هنرجع للكلاسيفيكيشن تاني، عشان ما نوصل لبقيه الكلاسيفيكيشن مثلا الكريتيكال والنون كريتيكال نبقى فاهمين ايه الايفكتس اللي بتحصل على البادي اصلا، لوكال وسيستميك ايفكتس، علشان نبقى فاهمين الموضوع ماشي ازاي. فالباثوفيزيولوجيكال تشينجز دي بتبقى حاجات لوكال، وفي حاجات لوكال وحاجات سيستميك. لوكال، وده سؤال مهم جدا، بيبقى في 3 زونز في المكان اللي اتعرض له سواء الهيت او الكيميكال او الالكتريكال او وات ايفر ذا كوز. تمام. اول زون اللي هي الزون اوف كواجيليشن، اللي هي الزون اللي في النص خالص دي، ودي بتبقى الزون اللي اتاثرت اكتر حاجه، حواليها الزون اوف ستيزس، وحواليها الزون اوف هايبريميا. مهم نفتكر ان احنا بنتكلم على السكن ان 3 دي ستراكشر، يعني مش بس اللي انا شايفاه بعيني من فوق. تمام. فممكن مثلا الزون اوف كواجيليشن دي تبقى باينه من عندي صغيره من فوق، من ال 2 دي وانا ببص على السكن من فوق عادي من غير كات سكشن، وانا مش شايفه الدبث قد ايه، فهو يبقى ديبر ذان اي اكسبكت، فابقى عامله حسابي ان ده 3 دي ستراكشر. والزونز دي مهمه وبتتسال فيها كتير. اوكي. نيجي على الزون اوف هايبريميا، ودي الزون اللي بره خالص دي، it sustained the least damage وحصل فيها reaction hyperemia، بس حصل vasodilatation و increased tissue perfusion، فبس ما هتبقى هنلاقيها الى حد ما محمرة شوية compared to the skin. الصورة اللي تحت دي عندنا superficial burn و deep dermal burn. بنقارن بس ان هو zone of coagulation deeper في deep dermal burn، ومع ان هما من فوق لو نبص عليهم زي ما كنا بنقول 3 لازم نشوف بص عليها او نتخيلها ان 3 دي ستراكشر، لما نبص عليهم من فوق هنلاقي السيرفيس اريا هي نفس الحاجه. تمام. وكل ما دخلنا ديبر كل ما الزونز كبرت، الزون اوف كاجنيشن كبرت، الزون اوف ستيزس برده كبرت، الزون اوف هايبريميا برده كبرت، وبتبقى يعني الستيزس حوالين الكواجيليشن وديبر ليها. تمام. نيجي على systemic response، ده بيبقى cascade بيحصل كله ورا بعض كده، بيحصل direct injury to the skin بسبب ال insult اللي حصل، electrical, thermal, chemical, whatever it is، عمل destruction of the tissues و cellular enzyme system، cellular system fails. منهم ال sodium potassium pump، sodium potassium pump دي بتبقى ATP regulated، فال function بتاعها is lost، وال function بتاع ال sodium potassium pump normally ان هي بتخلي ال potassium جوه السم والصوديوم بره السل،
when the when its function is lost هيطلع البوتاسيوم بره وهيدخل الصوديوم بره، ومكان الصوديوم ما بيدخل بيدخل الواتر كمان معاه، فهيحصل سيل دامج. ناخد بالنا ان الواتر كمان بتدخل مع الصوديوم، فاصلا بيبقى البيشنت لوزينج واتر عشان السكين فانكشن اتاثر او السكين فانكشن راح، فبيبقى في ايفابوريشن بلس كمان الصوديوم بيدخل جوه السيل، بلس بعد كده هنلاقي هنشوف ان بيبقى في ايديما، فالثلاث حاجات دول مع بعض بيقللوا كمان فيرذر البلاد فوليوم او البلاد فوليوم، فيعمل هايبر بيرفيوجن وهايبوتنشن. تمام، بلس بيحصل بقى بسبب البرين لوكالي بيطلع سايتوكاينز وفيزو اكتيف سبستنسز تعمل فيزو دايليتيشن للفاسلز. تمام، لما يحصل فيزو دايليتيشن بيحصل بيقعد البلد جوه الفاسلز ما بيرجعش تاني ويبقى بامبت وكده، فده برضو بيقلل يزود الاديمه انها تحصل ويقلل انتراباسكولار فوليوم. يحصل ليكج اوف فلويدز فروم ذا كابيلاريز بسبب الفيزو دايليتيشن ده، ويعمل immediate edema and plasma loss، ده هيقلل ال blood volume وهيزود ال blood viscosity. وال systemic response ده ال cascade ده غالبا بيحصل لما يبقى فيه more than 30% or more of total body surface area affected، وهنشوف بعد كده ازاي بنحسب total body surface area. systemic response ممكن نقسمه into two phases، ال acute phase وال chronic phase. سوري الاكيوت فيز والسب اكيوت فيز. الاكيوت فيز زي الصوره دي ملخص كله كده، ان هو بيأثر على سيستمز كلها، الكارديوفاسكولار سيستم مثلا بيأثر على بيقلل المايوكارديال كونتراكتيليتي، يزود الكابيلاري بيرميابيليتي اللي ده بيعمل اديمه بعد كده، بيعمل بريفيرال وسبلانكينج فيزو كونستريكشن، ويعمل هيمو كونسنتريشن، وشفنا في السلايد اللي فاتت ازاي، وكل الكلام ده بيعمل هايبوفوليميا. لما كل ده بيحصل بيعمل سيستميك هايبوتنشن وهايبوبرفيوجن، ويبقى وده من الاسباب ان احنا بنركز قوي قوي في المانجمنت على الفلويد ثيرابي. الايفكت على الميتابوليك فانكشنز بيزود الميتابوليك ريت، وعشان كاتيكولامينز ليفل عاليه، عشان ده البرين ده يعتبر من حاجه ستريسفل، فبيزيد الكاتيكولامين ليفلز وهيزيد الميتابوليزم جدا ويزيد ال الستريس هرمونز، وده ممكن لو بيشنت عنده تندنسي او عنده يعني فاميلي هيستوري مثلا ممكن يجيله دايابيتس، ده حاجه ستريسفول يعني تخلي التندنسي اللي عنده دي تظهر. تمام، ويبقى في بروتين امبالانس ونيجاتيف نيتروجين امبالانس، عشان كده برضو في المانجمنت هنقول ان احنا نيوتريشنال ثيرابي لازم نديله هاي بروتين دايت علشان نعوض اللاسز. نيجا للرسبيراتري بيعمل بسبب السيتوكاينز اللي بتطلع دي بتعمل برونكو كونستريكشن، فلو بيشنت عنده ازمه لازم نركز جدا ان احنا سكيور ذا اير واي، ولو الموضوع سيفير جدا ممكن يوصل لادلت ريسبيراتري ديستريس سيندروم. ايميولوجيكال سيستم بيقلل الاميون ريسبونس، السيلولر اميونيتي والهيمورال اميونيتي، الهيمورال باث واي والسيلولر سيل ميديتد باث واي، وده برضو احنا في البرين بيبقى ده اكسبوز تيشو، فاحنا ممكن يحصل انفكشن فيبقى محتاج الاميون سيستم يرياكت، فهنا الاميون سيستم ضعيف، فده برضو من الحاجات اللي بنبقى عارفينها عشان نعرف بعد كده البرين ده كريتيكال او نوت كريتيكال. وبرضو في حاجه مش موجوده في الصوره بس بيأثر على الكدني، احنا قلنا ان هو بيقلل ال انتروفاسكولار فوليوم، فهيقلل البلاد سبلاي اللي وصل للكدني، فهيعمل بري رينال فيلير، وكمان موضوع الالكتريكال انجري اللي بيعمل مايوجلوبينوريا ده بيعمل رينال تيوبولار نيكروزس او اكيوت تيوبولار نيكروزس. من الحاجات برضو في السيستميك ريسبونس في الاكيوت فيز سايكولوجيكال وايموشنال ريسبونس، ده ممكن يبقى اكيوت وسب اكيوت الى حد ما، يعني البيشنت يبقى ان ديسبيليف وانكشس ويعني مش قادر يستوعب اللي حصل والديسفيجرمنت اللي حصل اللي عنده، والموضوع ممكن يقلب بعد كده بجريف وديبرشن. الساب اكيوت فيز بيبقى كل الكلام اللي احنا قلناه في الاكيوت ده يبدا يعني يقل ويظهر حاجات تانية، يعني مثلا الشاك اللي كانت موجوده دي بيبقى خلاص due to diuresis و sodium mobilization خلاص الموضوع يهدى شويه، الاديمه فلويد accumulates ده بيزود الليمف فلو، الاديمه تهدى شويه، فالانيميا اللي هي كانت موجوده عند البيشنت بسبب البلاد لاس بسبب الفلويد لاس بسبب كل حاجه بسبب النيوتريشن تبدا تظهر،
النيجاتيف نيتروجين بالانس اللي كنا قايلينه في الميتابوليك يبقى persistent بسبب increased protein turnover، حصل muscle damage بسبب البرن، يبقى في disturbed fat metabolism يزود الترايجليسرايد والفري فاتي اسيدز في السيركيليشن، وده ممكن يوصل ان هو يعمل fatty infiltration of the liver which impairs the hepatic functions. واخر حاجه الديستربنس اوف اندوكراين فانكشنز، بيبقى في ستريس هرمونز عاليه كتير during الاكيوت فيز، فده بيعمل ديستربنس في النورمال ليفلز بتاعه البادي. نعمل ريكاب سريع كده بس نشوف اللي احنا اتكلمنا عليه. اول حاجه اتكلمنا على الديفينيشن، قلنا اهم حاجه ان هو اجليتيف نيكروزس. قلنا في الكلاسيفيكيشن ان احنا عندنا اربع حاجات، اتكلمنا عن واحده منهم اللي هي الايتيولوجي، وقلنا عندنا اكتر من ايجنت، الثيرمال والانواع بتاعته والالكتريكال والراديشن والكيميكال، اتكلمنا عن كل واحد فيهم واهميته ايه والمانجمنت في الالكتريكال والكيميكال، ايه الحاجه المهمه المفروض نعملها. دخلنا بعد كده طلعنا من الكلاسيفيكيشن، دخلنا على الباثوفيزيولوجي، قلنا ايه الباثوفيزيولوجي لوكالي وسيستميك، وقلنا الزونز، زون اوف كوجليشن، زون اوف ستاسيس، زون اوف هايبريميا، واتكلمنا عن السيستميك الباثوفيزيولوجي، سيستميك الاكيوت والسب اكيوت. الاكيوت اللي بيأثر على الاورجن سيستمز كلها at the same time، والسب اكيوت بقى اللي هو بيبقى ان ريسبونس بعد الاكيوت، هي الاديمه مثلا سبسايد اند سو. نرجع تاني الكلاسيفيكيشن، خلصنا الايتيولوجي، ندخل على الاكستنت. بس قبل ما ندخل على باقي الكلاسيفيكيشن اقول كلمتين بس very briefly على الانهيليشنال انجريز. احنا قلنا عنها في الفليم برنت، قلنا بيبقى في مثلا هاوس فاير في مكان مقفول، ده بي 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 بيعمل سموك ويعمل كربون مونوكسيد اللي بيعمل ريسبيراتوري انجري. انهيليشنال انجريز are the leading cause of death in fire victims، وبيبقى فيه برونكو كونستريكشن ديو تو هيستامين ريليز، واصلا البيشنت بيبقى عنده سيستميك ايفنت، بيبقى فيه سايتوكاينز طلع، فكمان الموضوع ده بيزود. اوكي الصوره هنا شايفين ان احنا البيشنت عنده كاربوكسي مغلوبين عالي، عنده كاربون ديبوزيتس عند على السكن، في هير سينجينج بسبب الدايركت كونتاكت مع الفاير، وفي فيس اند نيك برنز، و هم كاتبين inflamed oropharynx and hoarseness. management باختصار شديد ان هو نطلع البيشنت ده اكيد من المكان اللي فيه الفاير، ونحاول في الفيرست ايد تو مينتين ذا بيتنت ايرواي، ونديله برونكو دايليتر عشان البرونكو كونستريكشن اللي حصل. هيتقال الكلام ده بديتيلز بعد كده في الكومبليكيشن ان شاء الله. اوكي نيجي على الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا اكستنت او سايز او السيرفيس اريا اوف ذا برين. ده بنحسب التوتال بودي سيرفيس اريا اللي هو كنا قايلين عليه قبل كده. ده لازم نعرف بيتحسب ازاي، وده له ثلاث طرق ممكن نحسبها بيه. الميجرمنت شارت اللي هم الرول اوف ناينز، واللندن براودر شارت، والرول اوف بالمز. اللي احنا علينا نبقى عارفينه كويس الرول اوف ناينز. اللندن براودر شارت ده الموست اكوريت، علشان ده it takes into account the head size، فبيبقى appropriate للchildren. ولكن ده طبعا مش علينا حفظ، انما عشان هو بيبقى موجود على سرير كل patient. انما اللي علينا حفظ بقى ونبقى عارفينه ممكن يجي مسألة في الامتحان، الrule of nines. الrule of nines ده بكل بساطة الhead بتاخد 9%، الchest anterior surface 18%، والposterior surface 18%، والright arm 9%، والleft arm 9%، واللegs right leg 18% والleft leg 18% والبرينيوم اخر 1%. لو حسبناهم مع بعض هنلاقيهم هيقفلوا ال 100%. بس في تريك هنا دايما بيلعبوا بيها في الاسئله، ان هو ممكن يقول لك مثلا burn of the face. تمام فface ده ال anterior surface بتاع الهيد، therefore ده كده 4.5% بس، فده اللي بيغير الحسبة اللي نحسبها اللي هي 9% على طول على أساس إن الهيد كلها. فال anterior surface of the face، ال anterior surface of the head اللي هو الفيس 4.5%، وال posterior surface 4.5%، يعني total على بعض 9. ال rule of palms ده بناخد إيد ال patient ونحسب بيها ال palmar surface of the patient ونحطه على ال wound نفسه، وده بيبقى useful في ال burns اللي هي بتبقى صغيرة. التوتال بودي سيرفيس اريا لو حسبناها باي طريقه ثانيه هنلاقيها اقل من 15%، فاحنا عايزين نعرف ايه بالظبط قد ايه يعني. تمام
البالم هو في الصورة هنا بيقول انه البيدياتريك 0.5% والادلت 0.8% overall، يعني احنا بنتكلم على الادلت مينلي، يبقى حوالي 1%. البالم 1% of the body surface area. تمام، نيجي على الثالث classification اللي هي classification according to the depth of the burn، ودي مهمة جدا. داكا سيرفيس في السكن، شايفين الابيديرمس والديرمس مقسوم 2 layers، البابيلري layer والريتيكولر layer والهايبوديرمس اللي هو السبكيوتنس layer. تمام، عايزين نركز بس ان هنا ده الكابيلريز وهنا ده البلاد فاسل وهنا ده النيرف. تمام، therefore في النيرف بيبقى واصل لحد الهايبوديرمس تحت. تمام، ممكن patient يجي عنده full thickness burn اللي هو كل layers بتاعة skin affected. تمام، فده كده حصل nerve destruction، فالpatient يبقى جاي وهو مش حاسس pain، يبقى أهل patient فرحانين جدا إن هو مش حاسس مش حاسس pain، ودي مش حاجة كويسة خالص، ده كده nerve is destroyed. ال blood vessel بيوصل لل lower dermis، therefore لما يبقى affected وقتها لما لحد lower dermis اللي هو يعني هنيجي بعد كده اللي هي ال deep partial thickness burn، قبل كده اللي هو ال superficial وال superficial partial thickness، ده كده ال blood vessels are not completely affected، فكده ال perfusion إلى حد ما شغال. إنما وال capillaries موجودة في ال upper dermis اللي هو في ال papillary layer of the dermis، فهي دي اللي بتبقى responsible في التست بتاع blanching on pressure. blanching on pressure ده في اي حتة في جسمنا لو ضغطنا شوية هنلاقي وشلنا ايدينا على طول هنلاقي ان هو قلب من لون pale ل pink تاني. تمام، ده بيبقى due to the capillary filling. فلو الكابيلري is destroyed يبقى في capillary filling time او في blanch capillary filling او blanching on pressure يعني بيبقى affected. تمام، فكده المفروض في superficial يبقى موجود، في superficial partial thickness الكابيلرز تبدأ تبقى destroyed. بص في الصورة دي كده احنا شايفين ان superficial ده الابيدرمس وده ال upper layer of the dermis وده lower dermis وده الhypodermis. superficial بيأثر بس في الابيدرمس. تمام، فبيعمل redness ويعمل swelling بس. تمام، ده partial thickness بيأثر في الابيدرمس وداخل يعني داخل على الدرمس الابر درمس. تمام، والpartial thickness هنقسمه بعد كده into superficial partial thickness و deep partial thickness. الfull thickness بقى بياخد ال layers of the skin كلها. الfirst degree burn أو superficial burn medically أهم أحسن إن إحنا نقول عليه superficial burn، ده بيبقى epidermal زي مثلا sunburn، أي حد بيتعرض لشمس ويجيله sunburn ده بيبقى epidermal burn، وده مش يعني من كتر ما هو insignificant ما بنحسبوش أصلا في الcalculation بتاع total body surface area اللي قلنا عليه. second degree burn أو partial thickness burn اللي هو بيأثر بقى في الدرمس، ده بيتقسم لsuperficial اللي بيأثر في papillary layer of the dermis وdeep اللي بيأثر في reticular layer of the dermis. الthird degree ده full thickness burn ياخد بقى كل layers مع بعض. الfirst degree burn أو superficial burn اللي قلنا عليه sunburns، دي صور له بيبقى المكان ده dry ورد، ولو حطينا عملنا pressure عليه it blanches on pressure. ليه؟ علشان capillaries لسه viable. الكابيلاري زي ما قلنا ان هي موجوده في الابر ديرمس، فهنا بس الابيديرمس اللي افكتد. تمام، وبيبقى فيري بينفول، النيرف طبعا لسه زي ما هي كويسه. اوكي، وده 3 to 7 days it heals without scarring زي ما احنا شايفين كده، بيقشر وبيروح بيبقى تمام، اعتقد كلنا جربنا الموضوع ده. السكند ديجري بيرنز بقى اللي هي قلنا البارشال ثيكنس، البارشال ثيكنس عندها السوبرفيشال بارشال ثيكنس والديب بارشال ثيكنس. تمام، بيبقى فيه اتس فيري بينفول و it's sensitive to touch و temperature و air exposure، يعني ممكن حتى ال air current اللي بيعدي على الجلد ده يوجع ال patient. تمام، غالبا بيبقى فيه blister زي الصورة دي كده والصورة دي، بتبقى moist red weeping يعني تطلع fluid. اوكي، وبرده it blanches on pressure عشان احنا لسه في ال upper dermal layer. تمام،
healing within 7 to 14 days اسبوع لاسبوعين without scarring ممكن يبقى فيه بس skin pigmentation بس ده spontaneous healing مش محتاج يعني حتى من غير التريتمنت يعني. نيجي على ال second degree deep partial thickness يعني كده affecting لحد ال lower layer of the dermis like dermis وال superficial dermis وال deep dermis. زي ما احنا شايفين في الصور كده بيبقى description بتاعه بقى mottled with white waxy area ممكن يبقى فيه blisters أو bully أو ممكن تبقى ruptured bully color ranging from red pink to pinkish white زي ما باين في الصور كده. ده بيقعد 3 weeks بعد كده it heals with scarring. لو بقى غالبا بيبقى ال deep partial thickness مش بنعرف الفرق ما بينه وما بين ال full thickness بسهولة فان ذا كيس اللي زي كده بنعتبره فول ثيكنس فوي مانج اكوردنج تو ذا ورست كيس. الثيرد ديجري او الفول ثيكنس برين ده ات افكتس اول ذا لايرز تمام. فهنا بقى سكن از واكسي وايت ممكن يبقى تشارد او دراي وبلاك. هنا بيبقى بينلس عشان زي ما قلنا النيرفز بتبقى موجوده في الهايبوديرمس اللي هو في السبكيوتنس تيشو فطالما كل اللايرز بتبقى افكتد يبقى كده خلاص النيرف مات تمام. Spontaneous healing is not expected and requires grafting. خلاص ده مش هيهيل spontaneously خالص يعني ال sunburn كنا قايلين حوالي أسبوع ال superficial partial thickness قلنا أسبوعين maximum ال deep partial thickness قلنا 3 أسابيع مع إنه برضه يسيب scarring بس 3 أسابيع ده ما فيش spontaneous healing خالص ده محتاج graft ومحتاج rehabilitative care وحاجات زي كده. وبص نبص برضو في الصورة الصورة اللي تحت على الشمال اللون الأسود ده اسمه أسكر هنيجي قدام برضو هنشوفه ده بيبقى black or brown area of necrotic tissue وغالبا بتبقى contracted tissue فممكن لو هو في critical area وهنقول ايه critical areas بعد كده ممكن زي يحزم على الاريا دي فيضغط عليها ويأفكت الفانكشن بتاعها. فبعد كده هنيجي في المانجمنت نقول ان في حاجة اسمها اسكراتومي بنقطع الاسكر تيشو ده علشان ندي room for الاريال برنت دي ان هي تقدر تاكسباند براحتها عشان بيبقى فيه برضو اديمة وحاجات كده فكل ده هيعمل كمبريشن على لو الاسكر قافل والاديمة كمان كل ده هيعمل كمبريشن على جوه فاحنا نفتحه علشان يبقى الاديمة حتى تبقى مانيفست عادي يعني. دول برضو صور الصورة اللي على الشمال مبينة عندنا ثلاث انواع من البرنز في نفس المكان السوبرفيشال بارشال تيكنس شايفين فرق الالوان شايفين فرق التيشوز والديب بارشال تيكنس والفول تيكنس فشايفين فرق الالوان. الصورة اللي على اليمين عندنا second و third degree burns برضو شايفين الحتة البيل والحتة اللي حواليها غامقة شوية والحتة اللي في النص لونها pinkish كده. دي برضو صورة تانية لما الموضوع كله superficial thickness burn اللي هو first degree برضو بيبقى painful وما فيش blister وما فيش scar ده sunburn العادية اللي هو أصلا مش بنحطه في الاعتبار في total body surface area إنه هو حاجة خفيفة يعني. ال intermediate thickness أو second degree أو partial thickness burn بيبقى عندنا superficial وعندنا deep وده بيبقى فيه blisters ويبقى فيه fluids وmoist وكده. ال full thickness كل layers كلها بتبقى affected ويبقى dry وblack وcharred. وفي بقى ال fourth degree ده مش تبعنا قوي بس ده بقى involving the muscle والbone وحاجات زي كده. ده جدول لمم كل اللي احنا قلناه على موضوع الدبث بس حابه بس تو ستريس على كام بوينت كده في السوبرفيشال او نرجعهم مع بعض يعني السوبرفيشال او الفيرست ديجري برين اونلي لاير افكتد الابيديرمس وبيبقى دراي وريد وفي بلانشنج اون بريشر وبيبقى بينفول وهيلز وذين 1 ويك وسبونتينيوس هيلينج ونو سكارينج. السكند ديجري او البارشال ثيكنس سوبرفيشال بارشال ثيكنس برين ده بيأثر على الابيديرمس والابر ديرمس تمام weeping moist وفي blanching on pressure لسه capillaries في اللاير دي intact. sensitivity بيبقى فيه increased sensation to pain temperature and pressure والair blowing كمان 7 to 14 days أسبوع لأسبوعين spontaneous healing no scarring ممكن يسيب pigmentation بس deep partial thickness ده بيأثر على epidermis والupper dermis up to the deep dermis. ده بيبقى فيه blisters وبلي ruptured أو fluid filled وزي ما قلنا بنلعبش فيها بنتبقى زي ما هي عشان protective. هنا بقى no blanching on pressure
وهنا في السنسيتيفيتي في اختلاف شويه، بيبقى في decrease sensation to pain pressure and temperature a decrease، مش absent خالص، عشان النيرف معظم يعني حته كبيره من النيرف تبقى افكت، بس في intact deep pressure. اوكي الهيلينج بتاعه more than 3 weeks وغالبا هيبقى فيه scarring. الثيرد ديجري كل اللايرز افكتد، الابيديرمس والديرمس بالاثنين لايرز ابر ولور بتاعه، والسبكيوتينس لاير كمان هيبقى دراي، هيبقى ممكن بيرلي وايت، ممكن يبقى بلاك، ممكن يبقى في ارياز اوف ثرومبوسس وان الاستيك. هنا مينيمال اور نو سنسيشن تو بين وبريشر وتمبرتشر، يعني الديب بورشن ثيكنس قلنا في ديب بريشر لكن هنا ما فيش سنسيشن خالص، وهنا ات ويل نوت هيل اند ماست، لازم نحط سكن جرافت. كنت حابه بس في السوبرفيشال بارشل ثيكنس احنا قلنا ان هو بيبقى برايت ريد او بيل ايفري، ده اللون الايفري الموجود عشان نبقى بس عارفين الالوان عامله ازاي. السيفيريتي اوف ذا بيرنز احنا بناخد بقى الاثنين من الكلاسيفيكيشنز مع بعض، الدبث على السيرفيس اريا مع بعض. الارقام دي مش علينا بس احنا بس عشان نفرق ما بين المايلد والمودريت والسيفير بيرنز. تمام ناخد بالنا ان في السيفير بيرنز مفيش سوبرفيشال بيرن بيعتبر سيفير بيرن، مفيش ولا برسنتج ولا اي حاجه. السوبرفيشال بيرن اكتر من 50% of total body surface area مودريت. تمام بس هو ده الحاجه المهمه اللي هنا. الميجر برينز اللي كنا بنقول السايتس اللي هي الكريتيكال سايتس، ميجر برينز هنيجي بعد كده نرصهم ايه الكريتيكال وايه النون كريتيكال، بس دول انكلودنج الانهيليشنال برينز واي بارشل تيكنس برين في الاماكن الكريتيكال اللي هم الفيس والهاندز والفيت والجوينتس اند جينيتاليا. احنا قلنا الكلام ده حته ان هو وي كانوت اولويز بريدكت الدبت بالظبط، بالذات في حته الديب بارشل thickness والthird degree الfull thickness يعني. ف when in doubt we call it a third degree burn and we treat it accordingly. آخر حاجة في classification اللي هي critical or not critical. ال non critical burn بيبقى اللي هو mild وال moderate اللي هو احنا قلناهم في ال أو كانوا موجودين في الجدول يعني بتاع ال comparison أو ال adding الاثنين ال depth وال surface area مع بعض. والسكالز برضو بيبقوا superficial ما كنا قايلينها اللي هي كانت بتيجي في الأطفال اللي هي بيبقى due to hot liquid or vapor، والnon complicated burns burn وما حصلهاش infection والدنيا بقت كويسة وتمام. الcritical burns بقى في الcritical areas زي الface زي الperineum and genitalia، burn leading to loss of hand function، برضو الhand كان من الأماكن الcritical areas، والchemical burns وعشان عرفنا عشان هو بيعمل deep coagulative necrosis وقاعد continuous لحد ما السورس يبقى discontinued، وبالذات الالكلي. الالكتريكال برينز وعرفنا ليه علشان موضوع الكارنت اللي هو ال inlet point وال exit point وما بينهم الاريا كلها بتبقى damaged. وعندنا ال a burn complicated by skeletal or visceral trauma or a pre-existing disease، patient عنده مثلا decreased immunity مثلا، او patient old age او patient very young extremes of age. والmajor burns طبعا affecting large surface area وكمان deep. ريكاب سريع كده برضو عشان ما نتوهش من بعض. احنا لحد دلوقتي قلنا definition of the burns وقلنا classification according to etiology و extent و depth و critical or not، وقلنا pathophysiology وقسمناه into local و systemic، والsystemic قلنا ان في acute و subacute phase. خلصنا كل classifications كده. ندخل على المانجمنت. اوكي وده يعتبر اهم حاجة في المحاضرة نفسها. المانجمنت it depends على severity of the burn، والseverity of the burn depends على الكلام اللي احنا قلناه كله قبل كده بس بنلمه مع بعض. ال depth of the burn وال extent of the burn اللي احنا كنا عاملين بيهم الجدول، وال site of the burn critical site ولا لا، وال patient risk factors. الكلام اللي فات ده احنا قلناه كله بس ال patient risk factors دي جديد. الايج طالما patient سنه كبير
الهيلينج باور عندهم تبقى قليلة، والريهابليتيشن عندهم هيبقى اقل شوية، مثلا محتاج فيزيكال ثيرابي بس هو اولد ايج، فهيبقى الفيزيكال ثيرابي اقل شوية. في يونج بيشنت بيبقى الموضوع اسهل. لو بيشنت عنده بري اكزيستنج كارديوفاسكولار او بلمونري او رينال ديزيز، هو اصلا البيرن بيعمل سيستميك افكت، فكمان على بري اكزيستنج ايلنس الموضوع بيبقى اصعب. بيشنت عنده دايابيتس ميليتس بريفيرال فاسكولار ديزيز ات ريسك اوف جانجرين اند بور هيلينج. كمان الدايابيتس ميليتس كنا قايلينه في الكونتاكت بيرنز لو فاكرين مع بعض، ان هو بيبقى فيه بريفيرال نيوروباثي، فبيبقى سيفيريتي اوف ذا بيرن تبقى ديبر بيرن فتبقى مور سيفير. المانجمنت بنقسمه لحاجتين، في حاجه فيرست ايد اللي هو بيتعمل اون ذا سين، طبعا احنا مش ده اللي هيتعمل في المستشفى بس برضه لازم نبقى عارفين. وبعد كده البيشنت يجي المستشفى، من اول ما يجي المستشفى بتعامل معاه في 3 فيزز. عندنا الايمرجنت فيز اللي بيقعد حوالي 5 ايام، يعني يوجوالي بيبقى يوم ليومين بس ماكسيمم 5 ايام او 5 اور مور ان ذا رينج اوف اول اسبوع كده، تمام. الاكيوت فيز بيبقى ويكس تو مانث، والريهابيليتيتف على طول بعد الاكيوت 2 ويكس اب تو 2 اور 3 مانث. فهنقول هنبدأ بالفيرست ايد مع بعض كده. اول حاجة احنا جبنا سيرتها الى حد ما في الالكتريكال وفي الكيميكال بيرن، قلنا ان we have to stop the burn او we have to stop الانسلت اللي حاصل نفسه. في الفلامز بنحاول نطلع البيشنت ده من المكان اللي هو مثلا الهاوس on fire، نحاول نطلعه من المكان ده و wrap the victim in a fireproof blanket or any available garment عشان نطفي النار دي. في الالكتريكال we switch off the current، طبعا we avoid direct contact with the patient so that we don't become victims ourselves. الكيميكال burns كنا قايلين ان احنا لو powder we brush it off smoothly و transport to the hospital quickly. وعندنا الفلاشينج for 20 minutes و يعني neutralizing agent، هو هنا قصده الفلاشينج بالواتر يعني مش بأسيد، او يعني لو acid burn ما نعملش بالكلي والعكس، تمام. ده كده اول حاجه ان احنا نستوب الانسلت اللي حاصل، بدل ما طول ما هو قاعد الكيميكال ده مثلا ان كونتاكت تو ذا سكن هيقعد يعمل دامج. تاني حاجه وي تراي تو كول ذا برنت اريا، اريجيشن اوف كولد باي كولد ووتر لمده 30 minutes، تمام. ده هيعمل ايه؟ فايدته هيقلل البين شويه، طبعا مكان محروق اول اي حد فينا ما بيتحرق بيعمل ايه؟ بيروح يغسل ايده على طول، تمام، او يفتح ميه على ايده وتبقى ميه ساقعه، تمام. فده هيقلل البين ويقلل اللاكتيت برودكشن، فيقلل الاسيدوسيس اللي هو اصلا البيشنت بيبقى السيستميك افكت اللي قلنا عليها دي والميتابوليك افكت اللي بتبقى افكتد، فبيبقى already عنده مشاكل كفايه يعني. فاحنا اللي بنعمله ده بنقلل اللاكتيت برودكشن، نقلل الاسيدوسيس، ونقلل البيرند ووند هيستامين ريليز، اللي هو الهيستامين ريليز ده كان بيعمل فيزو دايليتيشن ويعمل إديمة والكلام ده كله. فاحنا بنحاول نقلل السيستميك افكت على قد ما نقدر، مش هنوقفها طبعا بس هنحاول نقلل as much as we can. ونفتكر برضو ان الفيرست ايد ده at the scene of the burn، يعني احنا ما عنديش resources كتير فبنحاول اتعامل على قد ما اقدر. avoid hypothermia، احنا قلنا cooling بس مش cooling لدرجة ان انا اقلل temperature بتاعت البيشنت نفسه، عشان هو اصلا عنده fluid loss وهيبقى عنده hypothermia، فالhyperperfusion مع الhypothermia sorry هيبقى فيه عنده hypotension، فالhyperperfusion مع hypothermia ما ينفعش يعني. remove constricting clothing and jewelry، لو لابس حاجة حزم عليه لازم تتشال، والjewelry دي حاجة مهمة برضو. لو واحدة مثلا لابسة غويشة لازم الغويشة دي تتشال من بدري، هو محطوطة في الفيرست ايد عشان لازم تتشال بدري، لسبب ان هو لما البرن لما بيتساب احنا كنا قايلين بيعمل اديمة، فالغويشة دي هتبقى من كتر الاديمة اولا ممكن ما تعرفش مثلا تطلعها من ايديها، تمام. والمشكلة الاكبر ان هي كمان مش هتعرف تطلعها من ايديها، حلو، فهتفضل يعني constricting على ايديها، already في اديمة والاديمة دي كنا قايلين بتعمل compression على blood vessels، فالblood vessels كده السبلاي بتاعها للorgan هيبقى قليل، كمان معاها الهويشة دي بتقفل عليها زيادة، الموضوع مش ناقص يعني، تمام. We consider this patient as a multiple trauma patient، ممكن بالذات في flame injuries لو house fire injury ممكن يبقى مثلا patient علشان يطلعوه من المكان ده علشان يطلعوه من البيت نفسه، مثلا إزاز اتكسر كمان عليه أو حاجة زي كده، تمام. ونحاول نعمل ABC airway ABCD airway breathing circulation و disability،
تمام على قد ما نقدر. airway و breathing، حاول head tilt و chin lift. see circulation، لو patient مثلا في electrical injury ممكن يبقى محتاج CPR. و assess the disability. طبعا ال ABCD ده هيكمل معايا في لما يوصل المستشفى في ال emergent phase. دلوقتي انا I admitted the patient، patient جالي المستشفى، هيعمل ايه؟ طبعا اكتر حاجة كلنا بنحبها جدا اللي هي هناخد شيت من البيشنت. الشيت ده بيتقسم انتو الهيستوري والفيزيكال اكزامينيشن. هناخد هيستوري من البيشنت، كومبليت هيستوري تيكينج، يعني هنعرف الانجري البرن ده حصل في كلوزد سبيس ولا لا، بالذات لو هو فليم انجري مثلا، البيت ده كان مقفول ولا الشبابيك كانت مفتوحه، عشان نعرف مثلا في انهيليشنال انجري معاه ولا لا. التايم اوف ذا برن، contact time and type of clothing worn. time of the burn، عايز اعرف البرن ده حصل امتى. طبعا مش لازم بالظبط يعني، بتبقى عارفين رينج عبال ما يوصل المستشفى، بالذات عندنا هنا موضوع ان هو الامبولانس تيجي وعبال ما يوصل المستشفى فهيبقى فيها وقت كده، فابقى عارفه وقت البرن حصل امتى، عشان برده ده هيساعدني في المانجمنت بعد كده لما اجي اديله فلويد ثيرابي. بدي الفلويد ثيرابي على حسب امتى حصل البرن، مش على حسب هو جاي المستشفى امتى. واعرف الكونتاكت تايم، علشان according to the contact time الووند هيبقى more and more severe. تمام. type of clothing worn، اعرف لو مثلا كان في الكيميكال انجريز ال كنا قايلين لازم نريموف السوكس اند شوز اللي هما بيبقوا سوكت. تمام. any associated injury زي ممكن قلنا في ال first aid، قلنا ان هو we treat the patient as a multiple trauma patient. ناخد past medical history علشان السيفيريتي اللي هو الحاجات البري اكزيستنج في البيشنت، ونعرف برضو ايه اللي اتعمل له at the scene of the brain. الفيزيكال اكزامينيشن weight of the patient هيبقى مهم برضو في الفلويد ثيرابي، علشان انا بدي فلويد على حسب وزن البيشنت، فاعرف وزنه قبل ما يبقى فيه اديما بيلد اب بقى ويبقى فيه loss of weight بعد كده من المالنيوتريشن ومن البروتين loss والنيجاتيف نيتروجين بالانس، بعرفه دلوقتي. removal of all clothes and jewelry لو ما اتعملش في الفيرست ايد اعمله دلوقتي. assessment of other trauma multiple trauma patient، واحاول ابدا استيميت ال total body surface area بالرول اوف 9 اللي احنا كنا قايلين عليه. phases of brain management، عندنا 3 phases: emergent والacute والrehabilitative. في سؤال مهم جدا، ده سؤال بيجي اسئله كتير، بيتكرر كتير. criteria of transfer to the burn center، مش كل patient محروق بوديه لوحده الحروق. تمام. في حاجات ماشي اقول عليها لا اتس اوكي، ممكن observe him وخلاص تمام هنا دلوقتي عادي في الاستقبال نفسه، او ممكن خلاص ممكن يروح او حاجه زي كده واقول له تعالى لي مثلا بعد كام يوم، انما في حاجات لازم احطه under my observation في البرين سنتر، عشان هو اكيد اكيد يعني هيبقى في high risk of deterioration. زي ايه؟ زي عندنا كل الميجر بيرنز. تمام. اكيد الميجر بيرنز اللي في الكريتيكال اريا برضه. تمام. والسكند ديجري بيرنز اكتر من 10% total body surface area، والثيرد ديجري بيرنز اكتر من 5% total body surface area. انا نسيت احط المور ذان دي هنا. burns involved face, hand, genitalia, perineum، ده الـ critical areas، الـ critical sites. والـ chemical burns وقلنا ليه، عشان الموضوع الـ deep والـ agitative necrosis، وده كان برضو من الحاجات الـ critical. هو لو قارنا هنلاقي ان هما يعتبر كل الـ critical classification critical هما هنا اللي بيروحوا الـ burn center. والـ electrical burns علشان الـ electric current اللي عدت ما بين الـ inlet والـ exit point. و any burn with concomitant trauma اكيد يعني. inhalational trauma، لو في inhalational trauma برضو لازم اخليه under my observation، عشان ده بيdeteriorate very quickly. patient with medical disorders that could complicate treatment, prolong recovery time or affect mortality، واضحة دي اكيد. نبدأ بالemergent phase. بنعمل ايه في الemergent phase؟ الemergent phase دي بتبدأ بايه؟ هي بتبدأ من أول ما البيشنت يجي لي المستشفى، بس وقتها بيكون بيحصل إيه؟ بيحصل fluid loss and edema formation، وبيوصل لحد ما إن أنا أعرف أتحكم في موضوع الإديمة دي، أحاول أقلل الفلويد، أديله diuretics، وهنقول التريتمنت بعد كده، بس لحد الدايريتكس، لحد هنا كل ده يعتبر emergent phase. في الامرجنت فيز بخاف جدا جدا من الهايبوفوليميك شوك، عشان في فلويد لوس واديما فورميشن. فلويد لوس بقى بيبقى البلاد فوليوم بيقل،
وإديما third space الإديما formation ده بيبقى فيه third space loss of fluid in the third space، فده كده هيقلل كمان ال intravascular volume زيادة، فده very high risk إن هو يجيله hypovolemic shock في الفيز دي. وهيجي سلايد بعد كده هنقول إيه هما ال causes of death في كل phase، يعني كل فترة بيبقى أنه ال causes of death، والحتة دي مهمة جدا برضو بتاعت ال causes of death. وزي ما قلنا قبل كده if we cannot differentiate ايه ال patient ده عنه degree من ال burn we manage according to the worst case. تمام، ال emergent phase بنعمل فيه 8 حاجات بالترتيب كده: ABC بنكمل ال ABC زي ما كنا قايلين، ونركب catheter علشان to monitor the fluid output، نعمل ال escharotomy قلنا حتة صغيرة عنه هنكملها دلوقتي، avoid hypothermia، GI considerations، fluid therapy مهمة جدا جدا، والdrug therapy منهم أهم حاجة ال pain control عشان neurogenic shock هنا، وال burn wound and management بيبدأ فيه ويكمل في ال acute phase. أول حاجة ال ABC ال airway وال breathing، نركب nasotracheal أو endotracheal tube قبل ما يحصل compromise ال airway، وبعمل escharotomy لو في signs of respiratory distress. ال escharotomy ده يعني ال eschar formation، المكان الحتة اللي هي ال burnt اللي بيبقى لونها أسود ومفيش elasticity فيها وبتحزم على المكان نفسه، ممكن تبقى في النهج وضغط على trachea، ممكن تبقى على ال chest وضغط على ال lungs، فدي تعمل respiratory distress، فلازم أفتحها علشان أشيل الحاجة اللي قافلة على ال trachea أو قافلة على ال lungs. تمام، ال circulation احنا we stressed enough قبل على الإديمة والفلويد لوس، لو في البرن نفسها less than 30% of total body surface area غالبا الإديمة is limited to the brain area، لو أكتر من 30% غالبا هنلاقي الإديمة all over the body. تمام، في ال circulation برضو بيبقى عندنا impaired peripheral perfusion، كنا قايلين peripheral vasoconstriction بسبب بقى السيتوكاينز والفيديو اكتيف ايجنتس اللي طالعه، والفيسل ديستركشن، وكمان الإديمة كمان ضغط على الفيسل الميكانيكال كومبريشن. وبرده لو بنعمل اسكراتومي لو البرين سيركمفرنشال فول ثيكنس وديب برين، السيركمفرنشال برين ده بيخوفني في حاجه مهما كان في مكانه، ممكن يبقى حوالين على الارم نفسه، حوالين الارم كلها او حوالين الليج كلها، محزم اول اوفر اول ثرو او على الشست كده، فالمشكله في ده ان هو وفول تيكنس كمان، يبقى اكيد هيبقى فيه اسكار فورميشن، يبقى الاسكار ده هيعمل كونستريكشن ان الاستيك وهيعمل كونستريكشن على المكان، فلازم اعمل اسكاراتومي ده لازم. كاتيتر انترشن قلنا عشان مونيتور ذا يورين اوتبوت وادجست اكوردنجلي، لو اديت البيشنت فلويد كتير هيعمل له فلويد اوفرلود، لو اديته قليل هيبقى البيشنت ات ريسك اوف هايبوفوليميا وهايبوفوليميك شوك، فلازم امونيتور ال urine output. كنا قايلين في electrical burns لو فاكرين مع بعض ان احنا بندي fluid كتير وبندي diuretics عشان احنا عايزين ال urine output يبقى between 75 و 100 cc's. في رقم جاي بعد كده نبقى عارفين الرقمين برضو عشان بيتسأل فيهم. التالت حاجة ال escharotomy. ال escharotomy is a piece of dead tissue after brain injury في loss of elasticity فبيعمل constriction بيحزم المكان. الصور اللي تحت دي الصورة اللي على اليمين تحت الاسود ده ال escharotomy formation ده شكله، الصورتين التانيين دول ارم بعد ما اتعمل لها اسكراتومي بعد ما اتفتح، بس دي الصوره اللي على اليمين باينه ان هي فتح من الارم نفسه عند الفينجرز، فاما فتح الجلد كانه شد كده عشان في ايديما فورميشن، ف يعني كانه الكونستريكشن بتاعه ده راح فعرف يرست كده براحته. الاسكراتومي ممكن يتعمل في عند الليمبز او ممكن يتعمل في الشست. في الليمب بيتعمل when circulation is compromised not relieved by simple elevation of the limb. usually لما بيبقى فيه إديمة يتقال ارفع دراعك ارفع رجلك كده وغالبا بتروح، انما هنا في حاجة عاملة constriction فمش دي مش حاجة gravitation الإديمة، فمحتاجة ان انا افتح الحاجة او اقطع الحاجة اللي عاملة constriction فبفتح ال escar tissue ده. تمام، وبعمله برضو لما يبقى فيه deep circumferential burns، circumferential برضو قلنا المشكلة بتاعته، with decreased or absent pulse كده مش واصل blood flow. okay signs in a limb indicating need for escharotomy، ده سؤال essay بيكرر كتير. okay أول حاجة numbness ده symptom patient بيحسها، coolness برضو إلى حد ما symptom sign برضو patient بيحسها والphysician نفسه بيحسها برضو، pallor cyanosis دول signs reduced or absent capillary return, loss of palpable pulses,
decreased pulse pressure و decreased oxygen saturation by pulse oximeter. لازم نبقى عارفينهم كده على بعض. اسكيراتومي في الشست بتتعمل في الانهيليشنال انجري، ولازم اسكيور ذا اير واي وادي اكسجين واركب ان اندوتراكيال تيوب، وغالبا اير واي از كومبرومايز. امتى بعمل الاسكيراتومي في الشست؟ لما يبقى سيركمفرنشال فول تيكنس بيرز في الثوراكس والابدومن، لما يبقى فيه تاكيبنيا، لما اذا تاكيبنيا برضو اذا السيمبتوم ريستريكتد موفمنت اوف ذا تشست وول اور ابدومن ذا ساين، reduce the air entry bilaterally sign برضو، shallow respiratory effort و hypoxemia are signs. hypoxemia دي بالinvestigation يعني. pediatric patients نفتكر ان هم ال breathing pattern بتاعهم abdominal breathing pattern مش زي ال adults تمام. وال females برضو الى حد ما، ف abdominal burns في ال pediatrics may compromise respiration. نفتكر المعلومة دي. avoid hypothermia دي رابع حاجة، قايلين ABC و كاتيتر و اسكيراتومي، بعد كده افويد هايبرثيرميا عشان ما نتوهش من بعض. الهايبرثيرميا دي ايه مشكلتها؟ هايبرثيرميا بتزود الاسيدوس اوكي، وتزود الكواجولابثي، واصلا البيشنت البلد بتاعه بيبقى هاي فيسكوسيتي اصلا لوحده. وكمان هايبرثيرميا بتعمل بريفرال فازوكونستريكشن اللي هو اصلا من السيستميك افكت بتاع الوند، بيعمل بريفرال فازوكونستريكشن مش ناقصه هي. وبيحول الهايبرثيرميا حول aerobic to anaerobic respiration. تمام. How to prevent hypothermia: we cover the patient with dry sheets including the head. تمام. Pre-warm trauma room، ندي solutions اللي بنديها دافية. ما حطلهوش dressings مبلولة، avoid saline soaked dressings. Remove wet bloody clothes and sheets. ما حطش على البيشنت حاجه مبلوله اذا كده حاسه او زياده. ودي له باراليتكس عشان البيشنت مش قادر مفيش شيفرنج ومفيش جنريشن اوف هيت. افويد انتي مايكروبيال كريمز، برده ما حطش حاجه توبيكال. وكونتينوال مونيتورنج اوف كور تمبرتشر. الجي اي تي كونسيدريشنز، بركب له نيزو تراكيال تيوب to reduce potential for aspiration paralytic ileus، هنقول اكتر شويه عنها في النيوتريشنال ثيرابي. وبنديله H2 blockers علشان بيبقى عنده stress ulcer ال Crayling's ulcer. دي بيحصل due to acute gastric erosion، يحصل decreased plasma volume، بيعمل ischemia ويعمل necrosis و sloughing of the gastric mucosa. ف prevent الكلام ده كله ان انا اديله H2 blockers بدري. Fluid therapy بقى، ودي مهمة جدا. بندي fluids ليه؟ to maintain and restore vital organ function، وبأفويد الاوفرلود بين انا اشوف ال urine output، monitor ال urine output. بركب large bore IV replacement lines اوكي، وما بديش solutions فيها glucose عشان already احنا ده brain is a form of stress already في high levels of glucose. تمام. الفورميلا دي مهمة وتتحفظ وبتيجي مسألة. تمام. نعرف بس ان احنا بندي رينجر لاكتيت اوكي، وبندي بقى الفورميلا اللي هي بندي 4 mm multiplied by weight in kg، عشان كده كنا اخدين الويت قبل كده، multiplied by the percentage of total body surface area، ده الفوليوم اللي هديهوله within اول 24 ساعه. تمام. الرقم اللي هيطلع لي ده هقسمه بالنص، وهاخد نصه هديهوله في اول 8 ساعات، وأول 8 ساعات from the burn، عشان كده كنا بنقول ان احنا ما بناخد الهيستوري لازم نعرف وقت البرن كان امتى، مش وقت ما جاي المستشفى، انا عايز اعرف البرن نفسها كان امتى عشان نعرف قد ايه فلويد لوست من ساعتها. تمام. فاول نص بديهوله في اول 8 ساعات، والنص التاني بديهوله over the next 16 hours. تمام. هنا بقى maintain the urine output at 0.5 to 1 cc's per kg per hour in children، الرقم ده مش مهم، الرقم بتاع الادلتس هو 30 to 50 سي سيز بير اور ان ادلتس، هو ده الرقم المهم. في الالكتريكال بيرنز كنا قايلين عايزين نعمل فلاشنج عشان الرابدومايوليسيس والمايكروبينوريا، كنا قايلين الرقم هناك 75 ل 100، هنا 30 to 50 سي سيز، الرقم ده مش موجود في الكتاب ودي حاجه زياده اتقالت في المحاضره. الفلويد ريبليسمنت ثيرابي والباركلاند فورمولا دي بستعملها في السكند والثيرد ديجري بيرنز اونلي، بديهي يعني ان الفيرست ديجري ستان بيرن اكيد مش هيبقى محتاج فلويد ثيرابي يعني. فمهمة الفلويد ثيرابي وبتيجي مسألة في الامتحان. تمام. نبقى عارفينها كويس قوي. الدراج ثيرابي بندي ثلاث حاجات، بندي انالجيسكس
وندي تيتانوس اميونايزيشن وندي انتي بايوتيك ثيرابي. الانالجيزكس وده مهم جدا، البين كنترول مهم جدا جدا في البرين. بدي مورفين اي في، لازم ادي اي في، ما ينفعش ادي اي ام، ما ينفعش ادي اورال، عشان الجي اي تي فانكشنز ار امبيرد ديو تو شوك اند باراليتيك ايليز. والاي ام ما ينفعش عشان ممكن تبقى البرين عامله انجري في المسل، تمام؟ فاي ام انجكشن مش هتبقى ابزوربت كويس، تمام؟ وهيعمل بيبقى فيه فيزو كونستريكشن بدري، بعد البرين بيبقى فيه فيزو كونستريكشن، بعد كده يحصل فيزو دايليتيشن. واحنا لو ادينا له اي ام هيبقى فيه فيزو كونستريكشن في الاول، فهقعد اديله اي ام انجكشن وهو لسه فيه بين، فهزود الدوز هزود الدوز، كل ده حصل فيزو كونستريكشن، فالمورفين نفسه از نوت ابزورب، تمام؟ ويا مره واحده يحصل فيزو دايليتيشن ويبقى كل المورفين ده ابزورب مره واحده ويعمل ريسبيراتوري ديبريشن، تمام؟ فما ينفعش اديله اي ام، لازم اديله اي في. اوكي، وليه بدي مورفين؟ اكيد يعني ده سيفيري سيفير بين، فلازم مورفين، ما ينفعش حاجه ثانيه. التيتانوس اميونايزيشن عشان ده كان برين اكسبوزد، حاجه تيشو اكسبوزد. انتي بايوتيك بدي بنسلين جي اول 24 اورز، بعد كده بدي امبيريكال برود سبيكتروم انتي بايوتيك، والدراج اوف تشويس هو سيلفر سلفا دايازيدين. برن ووند مانجمنت ببداه في الامرجنت فيز وبكمل في الاكيوت فيز، تمام؟ بعمل كلينزنج اند ديبريدمنت اوف ذا ووند. الصوره مبينه ان هو بيشيل اللير اللي هو الديد تيشو ده، طبعا ده بيبقى بينفول جدا، الا لو البيشنت فول تيكنس برن، فول تيكنس برن مش حاسس اصلا، فده ممكن يتعمل ان دي او ار لو الموضوع بينفول، لو سكند ديجري برن مثلا. ممكن يتعمل في سرير البيشنت لو هو ثيرد ديجري برن وهو مش حاسس ببين اصلا. كده خلصنا الامرجنت، نيجي على الاكيوت فيز. الاكيوت فيز بيبدا بقى الاديمه اللي كانت موجوده دي تقل وحصل موبيلايزيشن اوف فلويد. حكينا ان الامرجنت فيز بيخلص لما يبدا الفلويد يحصل دايريز، تمام؟ اكيوت فيز بيبقى within weeks or months ويبدا يحصل هيلينج. اوكي، بيحصل هيلينج، يحصل فيجوسايتوسيس اوف ذا نيكروتيك تيشو وسلافينج اوف ذا نيكروتيك تيشو، وبيبقى فيه فايبروبلاست تحط الكولاجين ويعمل جرانيوليشن تيشو، تمام؟ البيشنت بقى يبدا يحس بالبين اكتر شويه، الهيلينج بدا شويه، تمام؟ بارشال ثيكنس برينز لو ما فيهاش انفكشن، لو عرفنا نحافظ عليها ان هي ما فيهاش انفكشن، ات هيلز من بره لجوه ومن تحت لفوق. اوكي، الفول تيكنس برينز مش هيبقى فول هيلينج، فهيبقى كفرد بس بجرانيوليشن تيشو ولازم احط عليه جرافت بعدها. بعمل خمس حاجات هنا. فلويد ثيرابي بكملها زي اللي كنت عاملاها في الامرجنت فيز، ادجست اكوردنج اليورين فوليوم والكلام ده، وبعمل فيزيكال ثيرابي شويه برضو، بكمل فيزيكال ثيرابي اكتر في الريهابيليتيف فيز، بكمل البين مانجمنت زي ما كنت ماشيه بالمورفين عادي. وهنا برضو افتكر ان بيبقى فيه return of sensation، بيبدأ الهيلينج، فبيبقى فيه return of sensation بترتيب اللايت تاتش يرجع الاول، بعدين temperature، بعدين vibration، وبعمل wound management ده المين هنا، والnutritional therapy. الwound management بكمل debridement والcleansing، لو فيه blisters مش بفتحها علشان دول protective على السكين الموجود، بلاش افتحها واكسبوز ويبقى فيه evaporation of fluid والحاجات دي. بحط دريسنج في فيرست ايد انتيسيبتيك ايجنت، بعمل اكسجن وجرافت، اشيل الاسكار اللي موجود واحط جرافت اوتولوجس جرافت من البيشنت نفسه، ما ينفعش اخد جرافت من حد تاني، تمام؟ يحصل ريجكشن وهو اصلا الاميون سيستم واقع، فما ينفعش، تمام؟ الدريسنج في نوعين من الدريسنجز، الاوبن والكلوزد، تمام؟ الاوبن ميثود بحط topical antibiotic على جاز مثلا وغيره كل 12 ساعه، ما بحطش دريسنج عليه، ما بغطيهوش كومبليتلي وبقفل عليه. الكلوزد بحط sterile جاز with topical antibiotic وبقفل عليه. حاجات بسيطه كده برضو، لما يبقى البيرن في الفيس بستعمل الاوبن ميثود عشان الفيس از فيري فاسكولار، فلو قفلت عليه ده ممكن يزود الاديمه. لو في برن في النك ما خليش البيشنتس هيد اليفيتد، ما حطش بيلوز تحت راسه احسن، ده يبقى كده البوستشر ده يثبت عليه ويعمل كونتراكشر عليه. هاندز اند ارمز ار اليفيتد تو ريدوس ذا اديما، طبعا بروفايدد ان ما فيش اسكار قافل عامل كونستريكشن.
و بستعمل sterile techniques to avoid infection اكيد يعني. بشيل الاسكار ازاي؟ عندنا اربع طرق: surgical debridement اللي هي زي ما شايفين في الصوره اللي على الشمال تحت، الميكانيكال debridement بحط البيشنت زي هيدروثيرابي زي كانه بحطه في باتب في ميه زي برضه في الصوره اللي تحت. الانزيماتيك debridement بحط كولاجينيز انزيم عشان ياكل الديد تيشو، والسبونتينيس سيبريشن بسيب بقى البكتيريا الانزيمز اللي موجوده في على السيرفيس اوف ذا سكين نفسها هي بقى تقعد تاكل في between the viable and non viable area. بغطي الووند في بالذات في الفول ثيكنس علشان بيبقى محتاج جرافت، لازم اغطيه بالجرافت. لو البيشنت بقى عنده اكستنسيف بيرنز في سيرفيس اريا كبيره من جسمه ومش لاقيه enough healthy tissue ان انا اخد منه جرافت، يبقى محتاجه اقفل الووند بتمبرري كلوجر ميثودز، احط له بايولوجيكال دريسنج تو بروتكت ذا ووند ويسرع الووند ماتوريشن ومينتينز مايكروبيال كنترول. عندي خمس حاجات: ممكن اخد الوجرافت او هوموجرافت من كادبر، بس ده حاجه تمبرري، احنا لازم يعني اوتولوجس جرافت لازم يبقى من البيشنت نفسه. لو مش موجود من البيشنت نفسه انا مضطر احط حاجه تمبرري من الكادفرت ماشي مده 3 ايام up to 2 weeks وبعدين تتشال. برضو البروسين او زينوجرافت برضو بتقعد تمبرري نفس المده. ممكن احط حاجه اسمها CEA cultured epithelial autograft، بيبقى باخد سكن او سيل كلتشر من البيشنت نفسه واعمل جرافت ذا بيرمننت كفرج بحطها ماشي. ممكن امنيون فور تمبرري كفرج ده ما بنستعملوش هنا. ممكن ارتفيشال سكن اغطي بيه سيليكون على البيشنت اون ابيديرمس تمام. البيولوجيكال دريسنج ده غالبا بيبقى حاجه سيلك مثلا او حاجه زي كده، واللي غالبا بنستعمله هنا اللي هو الكادبرز اول واحد، لكن الباقيين لحد ما بنستعملهمش قوي. الانفكشن في البرن، I have to avoid infection في البرن، ما عملش wound contamination. ممكن يبقى السورس نفسه جاي من patient's own flora، ممكن يبقى جاي من بره، ف I have to يعني use sterile techniques as much as possible علشان prevent الانفكشن، عشان الانفكشن دي ممكن تحول اولا بتبطئ healing وممكن تحول البرن من second degree ل third degree. اوكي ممكن برضو يبقى في عشان البيشنت يبقى في برن يونت يبقى في انفكشن من عند بيشنت تاني، يبقى في كروس كونتامينيشن. اوكي امتى بقول على البرن ووند سبسس؟ امتى بقول عليه سبسس؟ لما يبقى في اكتر من 10 to the power of 5 or more organisms per gram of tissue culture. وهنا الموست كومن اورجانيزم جرام نيجاتيف سودوموناس، طبعا ده ديد تيشو فاتراكتس جرام نيجاتيف. دي بقى السلايد اللي كنا بنقول عليها الموست كومن كوزز اوف ديث اللي هو اسئله ام سي كيو. في اول 24 hours بخاف من ريسبيراتوري فيلير وهايبوفوليميك شوك، بعد يومين بخاف من نيوروجينيك شوك، بيبدا البيشنت يحس بالبين اكتر، يمكن في الاول بيبقى الى حد ما في شوك ستيج تمام. افتر 7 دايز بخاف من بقى الانفكشن والسبسس اند رينال فيلير. بتصرف ازاي لو في سبسس اوف ذا برن ووند؟ اولا لازم اعمل دايجنوستس زي ما قلنا، ممكن يكونفرتد من second degree لthird degree. ممكن الاقي black hemorrhagic discoloration، الاقي neo eschar formation يعني مش وقت البرن كان في اسكر، لا ده اسكر جديد تمام. indicating ان في compromised blood flow ان في infection. rapid eschar separation erythematous wound margin. كده انا عملت diagnosis. treat ازاي؟ اكيد حدي antibiotics، وكنا قايلين قبل كده drug of choice is topical silver sulfatiazidine، وأشيل الانفكتد تيشو أكيد، وجنرال اند سبورتيف ميجرز بريفنت مانجمنت اوف شوك اند هايبرتنشن. السبسس بيجي معاه هايبرتنشن وبرده شوك. اخر حاجه في الاكيوت فيز هي النيوتريشنال ثيرابي، لازم ادي هاي كاربوهيدرات هاي بروتين دايت تو ريبليس الهايبر ميتابوليزم اللي حصل ده، ومحتاجه اسرع الهيلينج فمحتاجه ادي بروتين هاي بروتين يعني. بركب نيزو جاستريك تيوب، في نيزوجاستريك تيوب with no intermittent suction decompression. الديكمبريشن الانترميتنت ده بيخلي لو في sloughing of the gastric mucosa اللي كان موجود في الكيرلينجز ulcer، لو في blocking tissue على فتحة النيزوجاستريك تيوب انها تقع. بعد كده عندنا يبدأ البيشنت يبدأ ياكل ثاني لما يرجع البول ساوند after 2 or 3 days from the injury. ابدا ادي
clear fluids واحدة واحدة ادي solid food لحد ما اوصل بقى بال high carbohydrates وال protein diet. ممكن ادي feeds directly to the duodenum علشان اقلل ال nausea وال vomiting. اخر حاجة اللي هي rehabilitative. اخر حاجة rehabilitative phase. ال wound دلوقتي بيبقى covered by skin or granulation tissue. Patient يعني بيبدأ يرجع لل self care activities. الجول بتاع rehabilitative phase ده ان انا to assist the patient to resume role in society و functional and cosmetic reconstruction. نبدأ بقى نعمل حاجات reconstructive surgery او cosmetic surgery. بيبقى عندي مشكلة keloid و hypertrophic scar و contractures شايفين في الصورة اللي على اليمين الكيلويد شكله عامل ازاي، والصورة اللي على الشمال مبينة بقى الكمباريزن ما بين شكل الكيلويد وشكل الهايبرتروفيك سكار، والصورة اللي في النص دي صورة كونتراكتشر. احنا لازم عشان تو ريجين الموبيليتي بتاع الليمب ده لازم تريت الكونتراكتشر، برضه يتعمل فيزيكال ثيرابي، هو ممكن يلبس على حسب المكان بقى بريشر جارمنت اور سبلنت. ريكاب سريع كده على المانجمنت عشان ما نكونش تهنا من بعض. قلنا ان المانجمنت بيتقسم لفيرست ايد، وبعد كده بعد الهوسبيتال ادميشن في الامرجنت والاكيوت والريهابيليتيف فيز. الفيرست ايد بيبقى اد سين اوف ذا بيرن، هنحاول ستوب ذا بيرن اند ديس كونتينيو الايجنت اللي عامل البيرن، كول اريا، افويد هايبوثيرميا وكونسيدر از مالتيبل تروما، ونبدا بالاي بي سي. نكمل الاي بي سي في الامرجنت فيز وناخد هيستوري ونركب كاتيتر to monitor urine output، ونعمل الاسكيراتومي لو محتاجة والفلويد والدراج ثيرابي والديبريدمنت and cleansing of the wound. نكمل الديبريدمنت والcleansing of the wound في الacute phase، ونكمل الفلويد ثيرابي والدراج ثيرابي بتاع البين والنيوتريشنال ثيرابي مهم برضو والفيزيكال ثيرابي، ونكمل الفيزيكال ثيرابي في الريهابيليتيف phase مع التريتمنت اوف كيلويد وسكارز and contractures. سمري سريع على كل اللي احنا قلناه بقى. اول حاجه قلنا ان البيرنز دول بيبقى coagulative necrosis، قلنا الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو ايتيولوجي الثيرمال الالكتريكال الراديشن والكيميكال، وستريسد على الكيميكال والالكتريكال والتريتمنت بتاعهم في الحته في مكان الايتيولوجي، وقلنا بعد كده اخدنا جاب بريك كده من الكلاسيفيكيشن واتكلمنا في الباثوفيزيولوجي اللوكال اللي هما الزونز اوف coagulation وستيزس وهايبريميا، وبعد كده قلنا السيستميك ريسبونس اللي هو بيبقى افكت اكيوت وسب اكيوت فيز. الاكيوت بيبقى افكتنج الاورجن سيستمز، سب اكيوت الدنيا بتبدا تهدى بتاع المشاكل بتاعه الاكيوت بتبدا تهدى. ده بعد كده رجعنا للكلاسيفيكيشن، قلنا الاكستنت او السيرفيس اريا اوف ذا بيرن، وقلنا بيتحسب بالرول اوف ناينز اللي احنا لازم نبقى عارفينه كويس عشان بيجي غالبا مساله، وبعد كده قلنا الدبث اوف ذا انجري اللي هم الديجريز اوف ذا بيرن، واتكلمنا عن كل حاجة فيهم وقارنا ما بينهم في جدول، وقلنا السيفيريتي بنعرفها ازاي. بعد كده قلنا ايه البرنز الكريتيكال وايه البرنز المش كريتيكال. دخلنا في المانجمنت، اتكلمنا قلنا الفيرست ايد مانجمنت اللي هو ات ذا سين اوف ذا بيرن، واتكلمنا بعدها عن الهوسبيتال ادميشن. بعمل بيبقى فيه الامرجنت فيز في الاول او ريساسيتيتيف فيز، بعد كده الاكيوت فيز، بعد كده الريهابيليتيتيف فيز. انا كده خلصت. I hope ان الكلام يكون فاتكم وان انتوا ما تكونوش تغطوا، معلش هي كانت محاضره طويله وفيها ديتيلز كتير وحاجات كلام كتير، بس حاولت ان انا ستريس على الحاجات اللي هي المهمه ونقولهم اكتر من مره عشان نبقى فاكرينهم مع بعض. لو حد عنده اي كومنتس you're more than welcome. Thank you very much for your time، والسلام عليكم.